في تلك الليلة أنتصر على نفسي وشكوكي الداخلية. أنا سعيد، أنا محبوب، هناك من يريد أن أكون معه للأبد. بحبك. أنا مبسوطة قوي يا شادي. وأنا مبسوطة أكتر منك. جد؟ جد جد. يلا نقعد. تعمل ايه؟ استنى تاني؟ بحب الاغنية دي قوي، بحس ان فيها سحر كده، سحر خلى فارس وشادي يحبوا بعض في لبنان، وفارس وشادي يحبوا بعض في مصر. احنا مفيش حد زينا. صح. كفاية بقى حركة، كفاية. انت هتبقى زوج متعب قوي على فكرة. يا دكتور، ازيك؟ عامله ايه؟ ايه الاخبار؟ كله تمام؟ لا لا لا، ما تقلقيش، انا فعلا بدات في قصه جديده، صدقيني دي ما هتعجبك قوي، شكلي كده هخلصها قريب وفي الميعاد. تمام، يلا سلام. كل مرة تكسبي؟ أيوة. هو في مفاجأة. مفاجأة؟ إيه ده؟ مش ده اللي شفناه من يومين؟ هو ده مقاسي؟ أيوة، عارفة مقاسك طبعا. بصي، أنا مش عارف هما بيقولوا إيه في ال... شكراً. شكرا. لا العفو. بحبك. انا عارفه. انت عارفه؟ طب بمناسبه انك عارفه بقى، ايه رايك نخرج بره نتمشى شويه؟ لا لا، ليه؟ احنا مبسوطين هنا. بس انا مش مبسوط هنا. انا عايز اقعد معاكي لوحدي. ماشي. طب ممكن اروح التويلت؟ تاني؟ نلتني براحتي. وانا هطلب الشيك. يلا بينا. انا اللي هجيلك ولا انت؟ تقدري تفهميني بقى ايه الهبل اللي كنتي بتعمليه ده؟ الموضوع اكبر مني، معرفش بيحصل لي ايه كل ما اشوف طفل صغير. انت لازم تروحي لدكتور نفسي. انا مش مريضه، حتى لو مين قال ده، فاهمه؟ انت بداتي تخوفيني منك. مش عارفه ليه عندي احساس ان الموضوع ده كان عند ماما واحنا ورثناه منها. بس بابا قال انها كانت مريضه. هو انت عاشرتيها؟ انا عاشرتها وشفتها، ولما ماتت ابوكي حاول يعمل دور غاب عنه سنين. طب ممكن توطي صوتك عشان الجيران؟ انا ما عملتش حاجه علشان اخاف منها. صح، انك تقتلي اطفال ما بتعمليش حاجه غلط. بكره تعرفي ان الموضوع مش في ايدي. مالها دي؟
احنا كنا عند سامية النهاردة. بعدين؟ الهانم دخلت عليها الأوضة لقيتها ماسكة مخدة وبتخنق الطفل. مش مكفيها الأطفال اللي ماتوا في الضرب بسببها؟ لا، وفي الآخر تيجي تقولك ده مرض ورثناها عن مامتنا. ليلى كبري دماغك، مش مهم، سيبك منها. أنا لازم أنزل. إذا حاجة؟ أنت رايحة فين؟ رايحة أقابل شادي. طب وإيه العلبة دي؟ دي هدية جايبها له. طب تخليني أشوفها. بصي أنا لازم أنزل بسرعة قبل ما أختك المستفزة دي تطلع وتمسك فيا. يا ستي ما تقلقيش، ده هشوفها على طول بقى. خليكي جدعة. خلاص هوريهالك، أوعي. أهي. يا عيني يا عيني. لا حلوة، أنا عارفة إنها حلوة. يلا عديني بقى. طب هو أنا مش هشوف شادي ده أبداً؟ ما أنا وريتلك صورته قبل كده. هبقى أوريهولك والله، بس سيبيني أنزل. معلش، باي باي. رخمة رخمة رخمة. باي يا أختي. باي باي. مفيش اثر لا لفيروز ولا لشادي. بعدين دي بقى لها يوم كامل من ساعه ما خرجت مع شادي ما رجعتش. يبقى نبلغ البوليس. مفيش بوليس هيخش في الموضوع ده، وانتي عارفه ليه. والحل؟ الحل مش هنا. شادي لو عمل لها حاجه مستحيل يرجع للمكان اللي اتقابلوا فيه. على فكره في بنت كانت قاعده هنا مع شادي وفيروز من يومين، دي لو وصلنا لها اكيد هتقول لنا حاجه. هو الراجل ده مركز معانا قوي كده ليه؟ أنا حاسة إنه كان سامعنا. ما أعتقدش، وحتى لو سمع مش هيبقى فاهم حاجة. طيب ممكن نسيبنا منه بعد إذنكم؟ عشان لازم نروح نشوف البنت دي. أنا برأيي ده أحسن حل. يلا. لا خليك خليك خالص. ناسي محفظتي. يلا. يلا. لازم الحق اخلص من رافانا قبل ما توصلي. انت مش بكفيك اللي انت قتلتها؟ قبل ما قتل فيروز حكيت لي عن اختها رافانا، وانها كانت عايزه تقتل ابن صاحبتهم. ولما اختها الصغيره سالتها قالت لها ان ده مرض ورثته من مامتها، وان هم ما بيقدروش يمسكوا نفسهم قدام اي طفل صغير فبيخنقوه، وان هي كمان هيجي لها وقت وتعمل كده. فاكر اليوم اللي قابلتك فيه انا وفيروز؟ في نفس اليوم ده شاهين ده كلمتني. ايوه شاهين. شاهندة اهدي بس، قولي لي في ايه؟ قالت لي ان رامز مات. ايه؟ رامز ابن اختي مات في نفس الحضانه اللي شغاله فيها رافان. بعدها كان لازم اتاكد ان فيروز مش زي اختها. خدتها وديتها الحضانه. خدتها الحضانه. كانت هتقتل طفل صغير. لولا ان انا لحقتها في اخر لحظه. انت اكتر واحد عارف انا كنت بحب فيروز قد ايه. بس هما التلاته ما يفرقوش عن بعض، هما التلاته شر كبير ولازم نخلص منه. جدا 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 انا اسف.
اعرفش بيحصل لي ايه كل ما اشوف طفل صغير. انت لازم تروحي لدكتور نفسي. انا مش مريضه. حتى لو مين قال ده، فاهمه؟ أنا شادي زميل فيروز. سمعت حاجة عنها يا ابني؟ للأسف لا، بس هي كانت سايبة معايا حاجة لازم أديها لك. اتأخرتي قوي. انت اللي خليتني اجي هنا؟ مفيش حاجه انا ما اعرفهاش. لا في، انا سرقت الكشكول بتاعك وعرفت سرك. المعرفه دي انا اللي اديتها لك، مفيش حاجه خارجه على اللي انا بكتبه. صح، حتى الشر والقتل. انت مجرم. عيلتك هي العنيفه ودمويه جدا، كان لازم الشر فيهم يموت، بس أنا اخترتك تكملي الحياة لأنك أنت مختلفة عنهم. أنت فعلا تستحق أنك تبدأ من جديد. أنت الكاتب، أنت اللي في إيدك تجمل وتشيطن أي حد، ومحدش هيقدر يعمل عكس اللي بتقوله. أنا صادق مع كل قارئ حتى لو كان ضد اللي أنا بكتبه. كان ممكن تغفر له، كان ممكن ينتهي بينا الحال في مكان أحسن. في حاجات لازم تبقى خارجة عن سيطرتكم وعلمكم. كل حاجة ليها حكمة. ها، وإيه حكمة القتل؟ أنا طهرتك من ماضيكي، تقدري دلوقتي تقرري بحرية. أكرر إيه؟ هل هتمشي في سكة الانتقام ولا المغفرة؟ أنت هتكون موجود؟ أنا دايماً موجود، أنا اللي بصنع المواقف، بس نتيجتها دي بقى في إيديكم أنتوا. بعدين والله انا وصلت بس يا عم، انا في الكافيه اهو شفتك. عليا ويقول لي صاحبتي من الجامعه، وايه يعني لما اقابلها بره صدفه. المهم يعني حصل اني رحت، وبعدين دي هديه جايبها له. انا وريت لك صورته قبل كده. هل هتمشي في سكه الانتقام ولا المغفره؟ انت هتكون موجود. انا دايما موجود، انا اللي بصنع المواقف، بس نتيجتها دي بقى في ايديكم انتوا.